مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية والهجرة غير شرعية ملفات أمنية انصب عليها النقاش في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر ضمن سياق يشهد فيه العالم العربي حالة لا استقرار. إن دورتكم لهذه السنة تنعقد في ظل ظروف جديدة طرأت على الساحة العربية والدولية، سرعان ما برزت معها تحديات ومخاطر جديدة، كما زادت في التفاقم حدة بعض الظواهر وسرعت في انتشارها كالجريمة الإلكترونية والهجرة غير الشرعية ومعها تجار بالبشر، هذا دون أن نغفل تنامي زج شبابنا عبر الإنترنت في شبكات الإرهاب. في ظل هذه الظروف تتأكد الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني العربي وللتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية التي نتشارك معها في مواجهة التحديات الأمنية ذاتها. الدورة 35 عرفت مشاركة وزراء الداخلية 20 بلداً وكذا ممثلين عن منظمات عربية ودولية أشادوا خلالها بالتجربة الجزائرية القائمة على المصالحة الوطنية. الجزائر والعراق من الدول التي عانت من وجود الجماعات الإرهابية والفكر المتطرف، والجزائر نجحت كحكومة وشعب جزائري من تجاوز هذه الفترة التي كانت قاسية في قتل الأبرياء، وكذلك الشعب العراقي بجميع مكوناته انتصر على داعش، وبالتالي المشتركات كثيرة، ونحن نعي خطورة تنظيم داعش الإرهابي والفكر المتطرف على الأمن العربي. لن نستغني عن الأخذ بتجربته في محاربة الإرهاب، وكذلك يعني جميع الدول العربية يعني لم يؤسس هذا مجلس وزراء الداخلية العرب إلا من أجل تبادل المعلومات والتعاون المشترك في محاولة القضاء على الإرهاب بشتى أنواعه. نحن لدينا علاقات متجذرة في التاريخ بيننا وبين الشعب الجزائري، وهذا يعرفه القاصي والداني. نحن في إطار هذه الاجتماعات نسعى دائما إلى التنسيق بيننا وبين، سواء كان تنسيق جماعي أو تنسيق ثنائي بيننا وبين الحكومات الثنائية. هذا وتوج اللقاء بتوصيات من شأنها إعطاء دفع لمساعي التنسيق الأمني والتعاون بين الدول العربية.